توضيح. انا باحترامي الكل سي مختار والناس والناس كل الناس كل هنا حتى اللي غادي غادي الكل خويا اذا مش نقعد انا كل يوم نص ساعه باش نتكلموا على وادي الجري انا لا لا حتى حد ما قال لك تكلم على وادي الجري يا خالد بصراحه ما تعمليش بوش دي تونسيون هذا عايش ما تعمليش بوش دي تونسيون هذا وما تحط الناس اللي زيتيكيت الغالطه اذا كل ما جينا هنا مش نلقى انا سي مختار انت جبت وادي الجري انت جبتو وادي الجري اي نعم عاود بكلامك انت جبتو انا جبتو اي نعم انت جبتو لا لا انت قلت نبر اه تشوت تولع اي اما انا قلت اعتايو انا قلت اعتايو انت ما تحبش هاي تحب هايك انت هو الصحيح انت تحب هايك انت هو الصحيح يا منجي عاد يا منجي تحب تدغدغ علينا مختار مختار صحيح ستوب شويه مش صحيح الكلام هذا يا ودي فدوا منا راهو ناس تعشينا انا اعتذر ناس شيء ساعدكم الحق ودي اعتذر من تونس كلها باهي لحظه اذا كان انا غلط باهي لحظه لحظه منظرك يكلموني كلموني باهي سواء انا اجي نقول لك سواء تحليلي هذا حلو توفي مباراه حلو في الواحد شو كيلو قال ولا كيما الواحد نقص شيشه انا زبله واحد باهي انت باهي نقصوا توا نقصوا اصلا نقصوا من التوتر سامحني نحترمكم الكل ونحترم ارائكم ونخلي ونخلي المجال دائما لحظة خالد خلي المجال دائما للناس كل باش تحكي وتعبر على رايها قناة حنا بعد خلي الناس كل الناس كل تعبر على رايها لحظة خالد انا جيت باش نحل المو جيت باش نتعارك لحظة خالد حد حد معاك لحظة خالد كل احترامي ليك سي مختار حد معاك انا نحترمك كلام جاوبتك علي يا ولدي انت قلت نبر انا قلت نبر انت قلت راهو نبر ولدي قلت رئيس الجامعة شو الجامعة شو الغولي اللي عملوه انت من الجامعة شو الغول يعني هنا قالوا قلت لك شو ولزينا سي مختار تيزي 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 تتكلم على الناس هذا انت 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 ممكن مش دايين تحبوا اكثر خير من الناس هذا امان اي نعم لا 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 اي نعم اي خالد خلينا نقول الحقائق خالد خالد كلام فيك باهي على كل حال هذه هي الاجواء خالد لا لا والله ليه خالد حسني على كل حال فاصل إشهاري ثم نعود للحوار لا لا